وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب محمد السيسي البعينين، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. أهلا بك سعادة النائب، ما موقفكم اليوم تجاه ما ورد من معلومات وحجج قانونية في سياق التقرير الإعلامي الفرنسي لصحيفة لابوا، وما هي الخطوات التي ستتخذونها بهذا الشأن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسي عليك بالخير أختي في استديو الأخبار تلفزيون البحرين، ومسي كذلك أيضا على المشاهدين الكرام. ردا على سؤالك، لا شك أن ما ورد في المقال وتغرير صحيفة لابوا الفرنسية من حجج وسند قانونية تؤكد حرمان مملكة البحرين بلا مبررات من الثروات والموارد الطبيعية التي تقع ضمن مياهها الإقليمية، الأمر الذي يعتبر اعتداء صارخ حقيقة على الأنباء الدولية من حق تمتع كل دولة بفرض سيادتها الكاملة على كافة حدودها الإقليمية. نعم. جوا وبرا وبحرا، فضلا عن حرية التصرفات عبر الاستفادة من مواردها الطبيعية وتسخيرها وما تراه كل دولة مناسبا. فضلا أيضا عن أن المقال استند على آراء وتعليقات فقهاء وباحثين في القانون الدولي والذين أكدوا بما لدى مجال الشك وبصفة محايدة عن انتهاك المحكمة في قرارها لعدد مبادئ والقوانين الدولية. وهنا أيضا ومن نافلة القول أن مملكة البحرين اكتشفت العشرات من الوثائق التاريخية المزورة التي قدمتها دولة قطر للمحكمة بسونية، وعندما واجهتهم بها تم الاكتفاء بسحبها دون أي محاسبة، وأكد أن تم الاكتفاء بسحبها دون أي محاسبة وفقا لقواعد القانون الدولي العام بعد أن تخلت دولة قطر عن تلك الوثائق التي ثبتت من قبل خبراء المحكمة أنها مزورة. نعم. الأمر أيضا الذي يثير شكوك ويؤكد وجود خلل في إصدار الحكم، علما بأنه حسب ما جاء في المقال فإن محكمة العدل الدولية استندت في خط ترسيم الحدود بين مملكة البحرين ودولة قطر على خريطتين متناقضتين، الأمر الذي يترك شكوكا جدية إضافية أيضا تمس قواعد العدل والإنصاف حول دقة تلك الخطوط وصحة تلك الأحكام. ونحن اليوم كممثلين منتخبين للشعب البحرين المدافع الأول عن حقوقهم المسلوبة، نعم، ندعم كافة التحركات القانونية للتوصل لحلول عادلة تتسق مع المبادئ الدولية للقانون الدولي. وأننا اليوم نتكلم وكلنا ثقة في العدالة الدولية أن تستقيم بتصحيح تلك الأحكام مع مبادئ القانون الدولي وفق بحث ودراسة متأنية وعادلة، خصوصا أننا اليوم في مرحلة حساسة تتطلب حلحلة الملفات العالقة وخصوصا الخلافات الحدودية بين دول الأعضاء في مجلس التعاون ودول الخليج العربية بالطريقة السلمية الممكنة. نعم. وذلك نظرا لحجم التغيرات السياسية والإقليمية مثل ما تفضلت أختي الكريمة التي تطرأ الساحة الدولية اليوم. وما جاء في رد سعادة وزير الخارجية على السؤال البرلماني الذي وجهته لسعادته أكد على جدية مملكة البحرين بحل تلك الخلافات الحدودية، خصوصا وأن المملكة سبق وأعلنت في أكثر مناسبة عن استعدادها التام لبدء مباحثات ثنائية مع دولة قطر طبقا لما جاء في بيان قمة العلا الخليجية بهدف معالجة كافة القضايا والموضوعات العالقة. نعم. أن وزير الخارجية البحريني أكد أيضا أن مملكة البحرين تحترم قرارات الشرعية وحكم محكمة العدل الدولية دون الإخلال بالحقوق التاريخية والقانونية الثابتة للمملكة، وذلك استنادا إلى القانون رقم 8 لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة. فتلك القرارات مثلت بشكل واضح بالحدود الموروثة والتي هي مثبتة وفق القانون المرسوم والذي ورد فيه ما يلي. نعم. يكون عرض البحر الغريمي إلى البحرين 12 ميل بحريا، يقاس من خطوط الأساس مرسومة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ويكون عرض المنطقة المتاخمة 24 ميلا بحريا، يقاس من خطوط الأساس المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون. كما أكد سعادتها أيضا أن وزارة الخارجية تتابع موارد في المقال المذكور من حجج وأسانيد قانونية تستقيم مع مبادئ القانون الدولي، وهذا ما نأمله كممثلين للشعب البحرين لاسترجاع حقوق الشعب المسلوبة والغير قابل للتفرط فيها أبدا. نعم. نعم. سعادة النائب محمد السيسي البعينين، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك.